كما تابعتي، والندوه تتعلق بالاداره القضائيه والتحول الرقمي، هي منظمه من طرف وداديه موظفي العدل وبشراكه مع المديريه المذكوره. الهدف منها هو تقديم مجموعه من المنجزات في مجال التحول الرقمي وكيف سيؤثر بشكل جيد وايجابي على الاداره القضائيه. وعندما نتحدث عن الاداره القضائيه فمعنى ذلك على اننا سنقدم خدمات سريعه وشفافه، سنمكن المواطن من الوصول الى المعلومه. وهذا النوع من الندوات هو جد مهم جدا، لانه يقرب المشاركين مختلف الفئات من هذا التحول الرقمي، ويمكن من مناقشة مجموعة من المواضيع وتعاون الجميع والتوافق حول ما يجب أن القيام به حتى نصل إلى المراد. محمد أبرباش، رئيس ودادية موظفي العدل، سعداء جدا كودادية الموظفين بتنظيم مشترك مع مديرية التعاون والدراسات والتحديث تنظيم الدواء حول التحول الرقمي بقطاع العداده. بطبيعه الحال من الاهداف الاساسيه هو اننا نوقف على اهم الانجازات اللي حققتها وزاره العدل على مستوى الخدمه الرقميه، على مستوى الخدمه عن بعد، والتي هي في صالح بطبيعه الحال المواطن، في صالح المهنيين، تخفف الاعباء عن المهنيين، وايضا تفعل ما يسمى بقضاء القرب وتبسيط الاجراءات. نذكر على سبيل المثال الخدمه ديال السجل التجاري، الخدمه ديال السجل العدلي، ساج 1 ساج 2، الخدمه ديال التطبيقيه ديال الصناديق، التطبيقيه ديال وحدات التبليغ والتحصيل، وكل شيء هادشي يعني كل هذه المجازات يعني هي بدايه. مازال هناك افاق العمل في انتظار تفعيل المحكمه الرقميه بطبيعه الحال. وهذا السياق التحديثي هو دخل في اصلاح منظومه العداله بشكل عام، لان السياق او المحور ديال التحديث هو احد المحاور الاساسيه لاصلاح منظومه العداله. ونحن كوداديه قمنا بمجموعه من الندوات من الدورات التكوينيه، من الابواب المفتوحه للتعريف يعني هذا التحول الرقمي. ونحن مستعدون كوداديه باش اننا نديروا شراكه حقيقيه مع وزاره العدل، للاساس هو ان جميع الفاعلين، جميع المهنيين وموظفي الاداره القضائيه ان يتعاملوا بشكل ايجابي بطريقه سلسه بتعاون مع المسؤولين القضائيين بطبيعه الحال والسلطه القضائيه، من اجل تفعيل يعني هذه التصورات وهذه المسجلات وهذه التحولات. لا بد من ان تكون قناعه جماعيه، قناعه راسخه باهميه هذا التحول الرقمي وبربطه بالمواطن، هذا هو الاساس، لان هذه وسائل فقط الهدف والنتيجة والمبصغة والمقصد، وهو المواطن وتبسيط الإجراءات، هو السلاسة، هو الوضوح. وشكرا لكم. حاضر اليوم في هذه الندوة الوطنية اللي نظمها ودادية موظفي العدل بشراكة مع مديرية التحديث وزارة العدل وبحضور سيد وزير العدل الذي أعطى الافتتاح للندوة الوطنية. فعلا نحن في زمن الرقمنة، في زمن التحديث، في زمن العولمة، إذا فلا بد لمحاكم المغرب وللإدارة القضائية بصفة عامة أن تسير على نفس الخطى التي يمشي بها المغرب، ألا هو الرقي والازدهار في جميع المجالات، وإن شاء الله لتزويد خدمات للمواطنين من خلال توفير المعلومة ومن خلال إعطائهم الإجراءات بليونة وبسهولة. تمنيتنا إن شاء الله باش تكون هاد الندوة الوطنية بادرة خير لندوات أخرى للتعريف بهذه المنظومة التي تعمل عليها وزارة العدل وودادية موظفي العدل على وجه الخصوص. السلام عليكم، أنا جد سعيدة اليوم بالمشاركة في أشغال الندوة الوطنية للتحديث. صراحة أشغال هذه الندوة جد مهمة وجات في واحد الظرفية اللي هي حاسمة اللي تنلاحظوا فيها التحول الرقمي للإدارة المغربية وخاصة في قطاع العدل. المداخلة ديالي كانت خاصة حول نقطة الأتمتة وما لها من أثر على عمل مكتب المحامي، حيث أنه يتم تغيير طريقة عمل المحامي
بصفة جذرية، ويتم استعمال التكنولوجيا الحديثة من أجل تسهيل وتبسيط عمل المحامي، بحيث أنه يتمكن من تكريس جهده المهام ذات قيمة مضافة، مما يمكنه من تقديم خدمة ذات جودة عالية. الأتمتة في إطار مكاتب المحاماة تطلب المجموعة من الاستثمارات اللي هي مهمة جدا، بحيث أن مكاتب المحاماة اليوم يمكنها أن يتم تجهيزها بالبنيات التحتية من خوارزمات وبرامج التي تمكن من استعمال ذكاء الأعمال والذكاء الاصطناعي في هذا الميدان، وكذلك التركيبات الحديثة من أجل تحليل المعطيات. ولكن هذه النقطة تاع استعمال التكنولوجيا الحديثة لا يمكن أن تغفل النقطة الأساسية التي هي تشكل ركيزة من ركائز مهنة المحاماة، وهي تلك المتعلقة بالأعراف والتقاليد وبالسرية السر المهني وكذلك المسؤولية المهنية، حيث أن المحامي في ممارسته المهنية يقدم ضمانات كبيرة سواء للموكلين أو في الممارسة المهنية، حيث أنه يمكن مساءلة مسؤوليته المهنية، وكذلك له من التكوين الكافي ما يمكنه من تقديم خدمة ذات جودة عالية وفقا للمعايير الدولية في هذا الميدان. شكرا. الأستاذة نسرين رودان، محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء وعضو بمجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء والمقررة العامة لمنتدى المحامية المغربية. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.